قارب ابن عبد الله الدؤلي، يعرف بقارب مولى الإمام الحسين عليه السلام. وذكر جمع من المؤرخين والمحدثين وأصحاب التراجم أنه قارب ابن عبد الله، إذن والده عبد الله، وله ذكر في تاريخ الإسلام مع الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله. لما أراد رسول الله الهجرة إلى المدينة كان عبد الله هو دليل رسول الله في طريق الهجرة، وكان مرافقا له لأن الرسول طلب منه ذلك، حيث قال للرسول: والله لأسلكن بك مسلكا لا يهتدي فيه أحد. فكان عبد الله والد قارب دليلا لرسول الله في هجرته، وتزوج من جارية اسمها فكيهة. هذه الجارية كانت من جواري الإمام الحسين عليه السلام، وكانت تخدم في دار الرباب زوجة الإمام الحسين عليه السلام، ولذلك قيل قارب مولى الحسين عليه السلام. قارب كان متعلقا بالإمام الحسين عليه السلام، ولذلك كان يتابع الإمام الحسين عليه السلام، وبقي معه إلى أن خرج إلى كربلاء مع الحسين عليه السلام وقاتل معه. فلما استعر القتال يوم عاشوراء وتقدم كوكبة من أنصار أبي عبد الله الحسين للدفاع عن الدين وأهله، كان قارب ممن تقدم في الحملة الأولى. ولما انجلت الغبرة وجد قارب صريعا على أرض كربلاء، فكان من أوائل الشهداء في يوم عاشوراء، وقد ورد اسمه والسلام عليه في زيارة الناحية لمولانا الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، وقال فيه: السلام على قارب مولى الحسين عليه السلام يا حسين.